السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم كيفية إظهار الخطوط الكنتورية الخاصة بمنطقة دراستك بالاعتماد على أما خيارين، أما الدم تواجد الدم الديجيتال إليفيشن موديل، الدم اللي هي الصورة الطوبوغرافية الخاصة بمنطقة دراستك، أو تتوفر الإليفيشنات الخاصة بهذه المنطقة على حسب الستيشنات. أول شيء نرجع، أنا هنا هاي قاعد أوضح ستيشنات خاصة بالوذر ستيشن أو الميترولوجيكال داتا حتى أحسب البيانات المناخية اللي أستخدمها بالهيدرولوجيك سيموليشن موديل. فهسه هاي سابقا تعلمناها محاضرة كاملة شلون إنه أنا أثبت ملف الأكسل الخاص بمنطقة دراستي، وشلون إنه أسوي الوذر ستيشن، وأنطي الكوردينيت سيستم الخاص بهن اللي هو اللاتيتيود واللانجتيود والاتيتيود. نلاحظ هنا الوذر ستيشن اسماءها كل ستيشن موجوده، هاي الستيشن كود، هنا اللاتيتيود اللانجتيود الاتيتيود اللي هو نفس الاليفيشن، وهاي عندي العناصر المناخيه اللي راح اجري عليها هذه الاختبارات حسب دراستي او حسب بحثي. تقدر تضيف انت يعني البقيه حسب شنو دراستك، ريليتيف هيوميديتي وند سبيس ريفاديشن الى اخره. فانا تهمني لان ثلاث متغيرات حاليا الاوليات، وتمثل مثلا بخطوط كنتوريه توزيع السقيط على منطقه الدراسه، توزيع درجات الحراره العظمى، وتوزيع درجات الحراره الصغرى. بعد ما هي هذا الجدول الاكسل اروح اسيبه، اقول له سيف اس تاب ديموليتد اللي هو بصيغه تكست، وهذا الشيء نوهنا عنه سابقا بالفيديوهات السابقه. راح تلقائي مظهر لك بهاي الصيغه الان استدعي الى داخل الجي اي اس بهذه الصيغه. فاروح على جي اي اس استدعي بهذه الصيغه، اقول له ديسبلاي اكس واي، بعدين اروح بعد ما اسوي له ديسبلاي اكس واي نلاحظ هنايا، بس راح اوضح لكم اياها بهذا الشكل. اسوي له ديسبلاي اكس واي، لحظه هاي الخطوه ما لها علاقه بها احنا هسه تلقائيا نقدر منها بعدين نشرحها. فهسه نرجع لنفس الخطوه اللي هي انه انا عندي ذني عندي اذ اذن حاليا انسو اللي ظهر لي هنا بصيغه التكست بعد ما قلت له ديسبلاي اكس واي وتاكدت من اللاتيتيود والانجتيود، ظهرت لي هذه على شكل نقاط. شلون اظهر الاسماء الخاصه بها؟ اروح عليه على نفس الملف اقول له بروبرتيز، اروح على ليبل خيار اسمه ليبل، بعد ما اروح على ليبل اكو مثل ما نقول مربع حوار بالاعلى، احوط لهذا مربع الحوار ونعطيه مثل ما ترو السيجنيفيكانت الخاص بي اللي هو نطي ترو. هذا اذا ما كان مفعل افعله، بعد ما افعله شريت اظهر اني اظهر الوذر ستيشن اللي هي اسماء الستيشنات، اقول له اوكي، واكيد اتحكم بال مثل ما نقول الرقم ولا يعني مثلا لاحظ هنا لاحظ هذا اقول له هنايا تلاحظ من اختار ليبل. انا ما اطول عليكم الفيديو حتى يكون خاص فقط بمحاضرتنا هذا اليوم اللي هي الكنتور سلاين. هسه لاحظ انه اقدر اتحكم ايضا بالامور التنضيديه، يعني هاي هنا تلاحظ هنا اكو امور تنضيديه اللي هي تايم نيورو وان، نوع الخط، السايز، غيرها، تمام. هاي تقول له بعد ما تنطي هاي الخيار تروح على نفس الخيار تقول له ليبل فيتشر، تخلي على ليبل فيتشر صح. لاحظ هسه لو لغيت الصح تبقى فقط الستيشنات، اذا اريد احضر اسمائهن اروح على ليبل فيتشرز واختارهن ظهرت الاسماء، تمام. هاي اول خيار انه تعرفونه انتم مسبقا بالمحاضرات السابقه بالفيديو. اجي هسه اختار اي متغير مناخي، ايضا شارحين احنا شلون انا استخدم طريقه التوزيع للمتغير المناخي عندي طريقتين، الطريقه الاولى هي طريقه المسافه الترجيحيه المعكوسه وطريقه كرينج، واكو عدد طرق، لكن افضل طريقه يوصلون بها الباحثين هي طريقه الاي دي دبليو. هسه راح ابين لكم هاي شلون ظهرت. اروح اني اختار من هنا مجرد مراجعه بسيطه، اروح على 3 دي اناليسيس تول، بعدين اختار راستر انتربوليشن، اروح على الاي دي دبليو، تمام. راح يطلب من عندي بالاي دي دبليو اول شيء ادخل له الراستر العفو الشيب فايل. فاول خطوه اسويها الهاي هذا الملف قبل ما ادخل على الاي دي دبليو هاي اسده، اروح هذا اصدره كشيب فايل، اقول له منا داتا اكسبورت، سوي لي شيب فايل، اخزن لي اياه مثلا بالمكان الخزن اللي انت خازن اياه، وايضا ظهر لي هنا ضمن لوحه الجي اي اس اللي انا دا اشتغل عليها انا سميتها داتا، تمام. هذا هو اللي راح استدعيه بالاي دي دبليو لان هو يطلب من عندي شيب فايل خاص. اول شيء هنا الانبوت
بوينت فيتشرز، فاستدعي هذا الداتا اللي سويته. بعد ما استدعيته يقول لي شو تريد تمثل هسه انت، شو اوضح لك؟ انا اقول له انا هسه راح اوضح التوزيع الكنتوري الخاص بالمتغير المناخي اللي هو توزيع السقيط سنويا. طبعا هذا هنا طبعا اروح على هذا الخيار اللي هو انفايرومنتال، اروح على البروسيسنج سيتنج الديفولت، راح اقول له اس شيب فايل، يعني قصلياها فقط لمنطقه الدراسه، ما اريد لا اكثر ولا اقل. فاروح وين اللي هنا خاص بالشيب فايل هذا، سيم اس لاير اوف شيب فايل، فاقول له اوكي، اقول له بعد ذلك الخيار اوكي. بعد ما قلت له اوكي هسه شو اسوي؟ اروح اختار هنايا، لاحظ هنا هسه سوى لي اياها الاي دي هنا على هذا الخيار، اقدر ابقي نفسه او اقدر شو اسوي؟ اتحكم بالخصائص مالته، اروح على بروبرتيز مثلا، اني عندي هنا هسه اروح على سمبولوجي، اقدر اسميه اعطيه تسميه لاير نيم شنو اسمه حتى يظهر لي مثلا هنا، اعطيه هذا الماكس تمبرتشر غيره، اروح على سمبولوجي هنا، اروح على الالوان اقدر اغيرها يا لون اقدر اختاره، تمام؟ هاي اول خيار. شغله ثانيه بالنسبه للارقام مثلا، انا حتى لان بعدين عندي اخراج للخرائط، فهذا هذا مثلا رقم كبير، اصغر هاي الارقام من هنا، اعطيه مثلا فد مرتبتين بعد الفارزه، هذا الخيار مثلا هنا وهذا الخيار هنا، فيصير هذا مرتبتين بعد الفارزه، اقول له اوكي لكل الخيارات، تمام؟ فهاي هنا ايضا انه تفيدك، يعني هاي كمعلومه عامه. شوف لاحظ هسه هنا اقلل الرقم حتى راح يصير لك انت وراك بعدين اظهار خرائط. هاي هنا تلاحظ هنا، خلي الغي هاي الارك تول بوكس، لاحظ هنا حتى بالارقام اللي تظهر لك بالليجنز تكون ارقام صغيره مو ارقام كبيره، تمام؟ تغيير الاسماء هذا بعدين نرجع له احنا ان شاء الله. هسه نرجع على بدون اخراج خرائط، نرجع على الرسم الاصلي، هذا هنا الرسم الاصلي. هسه هنا هاي مجرد اخراج، اها اقدر ايضا مثل هنا تلاحظ انه الكلاسيفيكيشن مطلع عدد كبير، فاقدر اقلل من الكلاسيفيكيشن اسوي مثلا فقط 5، فاروح على نفس البروبرتيز، اروح على السمبولوجي هذا الخيار كلاسيس مكان ما 9 اعطيه مثلا 5، بعد ما انطيته 5 اقول له اوكي، راح يقلل لي الخيارات الى 5 خيارات او 6 حسب انت توزيعك. فهسه انا هاي الخطوه مسويتها مسبقا، راح اقلها ريموف، افعل اللي مسويتها اني، انا مجرد مراجعه بسيطه بينت لك انا شنو مسويه، الالوان انا اتحكم بيها، هاي فد شيء راجع لك، يعني اذا انت مثلا عجبك تغير هذا اللون، فتروح على البروبرتيز نفسها، هنا تختار البروبرتيز، انا هنا على الليبلز هذا مثلا اللون، اريد اقلل مثل ما نقول من الكثافه اللي خاصه بي، اما تدخل علي منها او تعطي مور كولرز، هنا انا مثلا اقلل، يكون له هذا الخيار. وهكذا للبقية، تمام؟ هسه نرجع للخيار الثاني اللي هو أنا أريد أظهر الخطوط الكنتورية، نلاحظ هنا أمامنا بحث، هذا أيضاً يمثل توزيع التوزيع للبيانات مناخية معينة، هنا ماكس تمبرتشر، مينيمم تمبرتشر، ويند سبيد، ريليتيف هيوميديتي، فهذا أول شيء أنطانا التوزيع الكنتوري. ها أحد يسألني شنو هذه الخطوط الصغيرة اللي تكون أخف لون؟ هذا هاي شو اسمها كلها بصورة عامة؟ هاي اسمها ووتر شيد جابية. فهاي الجامية اقسم او البيزن ووتر شيد او بيزن اقسمها الى صب بيزنات فرعية صغيرة تتجمع هذه وترتبط مع بعضها حتى تعطيني الووتر شيد الكامل الخاص بمنطقة الدراسة او نسميه احنا البيزن. فشلون اظهرها؟ هاي عن طريق مثلا من تسوي تحليل هيدرولوجي كان يكون باستخدام الاركسوات، هنا هذا الاركسوات من توصل للووتر شيد ديلينيشن، او باستخدام نفسه هو برنامج الارك جي اي اس يعطيك ووتر شيد ديلينيشن، تروح على هذا الخيار تستدعيهن انا مخزنتهن مسبقا، هاي الصب بيزنات اللي عندي هنا منطقه الدراسه 29 صب بيزن، فاروح على صب بيزن صب بيزن حتى اظهره بس بهذا، اختار هذا الخيار اللي هو هالو، وبعدين انطي اللون الرصاصي اخف لون واقلل السمك انطي 0.4، تمام؟ لكل الصب بيزنات اللي انا عندي كم صب بيزن هنا؟ عندي 29 صب بيزن، فتلاحظ انه ظهرت. يبقى هسه لو اخفي لكم الالوان، لو اخفي هذا اللون، لاحظ هاي الصب بيزنات امامك ظاهره، فهاي هي الصب بيزن. خاف احد يسال ما هذه الخطوط الرفيعه الصغيره؟ هاي الصب بيزنات الخاصه بمنطقه الدراسه. اجي اريد اوضح عن الخطوط الكنتوريه اللي هاي الخطوط المنقطه، شلون اوضح هاي الخطوط الكنتوريه؟ اروح اول شيء لازم انا حتى هو الخطوط الكنتوريه شو تمثل لي؟ تمثل لي ارتفاعات منطقه الدراسه، يا اما انت عندك دم انت هنا تستدعيها كراستر، يعني هسه انا ما اقدر اقول له من اقول اروح على خيار ارك تول بوكس، خلي اغلق الخيار الاول اللي هو ارك تول بوكس، غلقته
هسه اروح على الخيار الثاني اللي هو سبيشال اناليسيس تول. السبيشال اناليسيس تول لاحظ هنا هذا هنا أنا. اروح على خيار سبيشال اناليسيس تول هذا هنا سبيشال اناليسيس تول لاحظ هنا هسه بنغلقه حتى تعرفوا انت هذا هنا اروح على هذا الخيار سبيشال اناليسيس تول بعد ما اختار سيرفيس تمام بالسيرفيس تروح على هذا الخيار اللي هو كونتورز من تختار الكونتورز راح يطلب من عندك راستر مو شيء فايل راح يطلب راستر الراستر شو تسوي اما اذا عندك الدم تستدعي الدم طيب اذا ما عندي الدم هاي الدم استدعيتها اذا ما عندي الدم شو اسوي عندي اليفيشنات يعني مثلا احد يجي شخص يقول لي اباني عندي الاليفيشن اروح على الخيار نفسه ارك تول بوكس اروح على هنا اللي بالبدايه 3 دي اناليسيس تول اروح على الثاني اللي هو كريجينج اضغط عليه هذا الخيار راح اول شيء يطلب من عندي الفيتشرز اللي هو الداتا شيب فايل نفسه هذا اللي اشتغلت عليه او مثلا تقول لي هذا الخيار الثاني لا بس تقول له الداتا شو تريد تظهر له هنا الفيشنات تريد تقول لي انه الاتيتيود اذا ما عندك دم الاتيتيود اللي هو مثل ما بيننا ملف الاكسل بعدين تظهر الى الخيار الاخير هنا يقول لك تريد الماسك وين انه فقط لمنطقة الدراسة اقول له اوكي هذا تلاحظ هنا سوالك الاتيتيود الخاص بك هاي دا يسوي لك جوا بالاسفل هنا ما يظهر لك بالتصوير مال الشاشة اقرقين هسه مجرد ما تخلص راح ينطيك التوزيع الكامل الاليفيشن لمنطقة الدراسة لاحظ هسه راح هنا تلقائيا يظهر لك اياه على شاشة البرنامج لاحظ هذا التوزيع ها هسه احد يسألني هذا التوزيع هنا من صار شلون انه ما يعني مرات في بعض الاحيان التوزيع الخاص ما راح يتقرب الى منطقة الدراسة فقط وانما راح يتحدد ب يعني انه فقط يعني حتى داخل منطقة الدراسة راح يقل فاكو خيار المفروض نسويه من انفايرومنتال البروسيسنج المفروض افعله فشلون اسوي حتى هذا انه ينطيني التوزيع الكنتوري يكون فقط داخل الشيب فايل مال منطقة الدراسة لا فاني هسه مجرد غيرت اللون بالمناسبة خاص لانه سقيط فسويته كله باللون الازرق المناطق الاكثر شدة هي السقيط يكون فيها اكثر الى ان يتدرج تدريجيا هسه نرجع اني اذا اريد ارسم الخطوط الكنتورية لهذه المنطقة الدراسة او عندي خيارين اما تكون منطقة الدراسة اصلا بها ديجيتال اليفيشن موديل اللي هي نموذج الارتفاعات الرقمية الخاص عندك خيارين يعني اقدر اسمي هاي المحاضرة اني كيفية رسم الخطوط الكنتورية بالاستعانة اما بالديجيتال اليفيشن موديل هاي لاحظة هنا سلو افعله هذا الديجيتال اليفيشن الموديل الخاص بمنطقة الدراسة يتفعل يكون متواجد او اذا ما افعل يعني تلقائيا لو الغى هذا هنا هذا الديجيتال اليفيشن موديل اللي هو باللون الاسود اقدر اغير لونه هسه لاحظ هنا عندك خيارين اما بالاستعانه بالديجيتال اليفيشن موديل واذا كان ما عندي ديجيتال اقدر ارسم نموذج اي نعم تقدر ترسم نموذج الارتفاعات الرقميه شلون اقدر ارسمه هذا لون ديجيتال اليفيشن موديل متوفر تلقائيا تقدر ترسم الخطوط الكنتوريه اذا كان ما متوفر فراح تكون تستخدم الخيار الثاني وراح تكون عنوان محاضرتنا لهذا اليوم How to create the contour line by using أو الاستعانة depending on number one digital elevation model or elevation أنت عندك elevationات elevation of study area after applied by using Kriging option هذا Kriging option أروح على خيار نفسه 3D analysis tool raster interpolation مو IDW وإنما أروح على Kriging بعد ما اختار هذا الخيار هاي اذا ما كان عندك متوفر الدم فشو تسوي؟ تروح هنا تدخل الراستر يا راستر من عندهم اللي انت سويت به الرسم مال IDW اللي هو خاص بالشيب فايل منطقة الدراسة هذا الراستر تمام؟ يا راستر الفيتشرز تدخله اول شيء تمام؟ بعد ما تدخل الفيتشرز راح شو تريد انت ترسم؟ ترسم الاتيتيود اللي هي الاليفيشن انا مسميته اتيتيود من دخلته وحولته تكست تمام؟ بعد ذلك راح شو تسوي؟ أهم خطوة المفروض تنتبه لها تروح على Environmental هذا ضروري جدا تفعله تروح على Processing Extent وتروح مكان ما تقول له Default تختار Shape File لو ما تعطي هذا الخيار
إذا ما أعطيته هذا الخيار راح شو يسوي؟ يرسم لك لكن الخطوط الكنتورية أو نموذج الارتفاعات الرقمية، لكن ما يرسم، أما يرسم لك إياه على طول منطقة يعني يخرج عن منطقة الدراسة، أو ما يغطي كل منطقة الدراسة، نصف من منطقة الدراسة. فحتى تتجنب هذا الموضوع تروح على هذا الخيار بروسيسنج ستيج قد يمتد، تقول له از شيب فايل، نفس الشيب فايل الطنيان بابعاد الشيب فايل لا اكثر ولا اقل. من تقول له هذا الخيار وكانه انت وفرت الالفيشنات مال هذه منطقه الدراسه. بس اهم خيار اللي قلنا عليه نروح من انفيرمنتال بروسيسنج ستيج، لاحظ انطاك اياه على قدر منطقه الدراسه. لو كنت ما محدد لك كان رسم لك اياه حد النص منه، او ممكن يرسم لك اياه منطقه الدراسه زائد هاي هم يغطيها كلها. فهذا حتى نتجنب هاي الامور نقول له ان الانفيرمنتال بروسيسنج اكستنت. هسه بعد ما انطينا نموذج الارتفاعات الرقميه الخاصه هنا، هسه شو نسوي؟ نروح على ارك، يعني لو هاي انت نرسم هاي الخطوه، هاي انت نرسمها اللي هي ظهرت لي هنا كريجينج شيب فايل تري بهذا الاسم، وسمى لي هاي الارتفاعات، هاي يقول له ارتفاع من كذا الى كذا غيرها. هذا يمتى اقدر يفيدني؟ هسه اقدر الغي تلقائيا هاي، اوقف هنا أنا. يعني من اختار لما ما يكون عندك دم، هاي الدم هنا غير متواجده عندك اللي هنا، ها اذا كان ما عندك دم، واذا كان عندك دم تقدر تستغني العفو عن هاي الخطوه. فهسه انا سويت لك الخيارين، اللي عندك دم تقدر تستدعي الدم على الشيب فايل مالتك وترسم، لا والله ما عندي دم اني خاصه بمنطقه دراستي، اروح اسوي استدعي الاليفيشنات مال منطقه دراستي واقدر انه استفاد من عندهم. فهسه هاي توزيع المال المناخي للامطار، بقى عندي الخطوط الكنتوريه. فبعد ما سويت هذه الخطوه اذا ما كان عندك دم او اذا تريد تستدعي عن طريق الدم، تروح على نفس الخيار هاي، خلي نغلق الخيار الاول، تروح على سبيشال اناليسيس تول. من سبيشال اناليسيس تروح تختار نا سيرفيس، من السيرفيس تروح على الخيار الثاني مو اسبكت، على الكونتورز. اول شيء يطلب من عندك راستر هنا مو شيب فايل، عندك راسترين تريد الراستر، هذا ما يفيدك الراستر، هذا الراستر مال توزيع الخطوط الكنتوريه. اذا اخذته انا ومثلته، لو هسه خلينا نجي على هذا، تمام؟ خلينا ناخذه، اعطي هنا أنا مثلا 10 كونتورز، اقول له اوكي، تمام؟ لاحظ هسه كملت هذا، ما انطاك اي توزيع، لاحظ كمل، وراح يظهر لك اياه هنا ويقول لك كونتورز، هذا لاحظ، لاحظ هسه الاسم هنا أنا. هذا سمى لك اياه كونتور شيب فايل، ظهر لك كنتور؟ لا، لان اني اصلا بهاي الشيب فايل اللي استدعيتها الراستر ماكو توزيع ارتفاعات، والكنتور شنو يمثل لك توزيع؟ فهذا ما يفيدك. بس تقول له ريموف، تروح على نفس الخيار تقول له كنتورز، عندك خيارين تستدعيهم، اما الدم او نموذج الارتفاعات الرقميه اللي مثلته عن طريق الخاصيه الجرينج. شو تريد انت؟ اختار، عندك هسه هنا اما الدم اوكي، او تريد هذا الخيار اللي هو الجريدنج شيب فايل، بكيفك شنو اللي تريده متوفر. بس هذا الشيب فايل لازم تحوله، لان هو شو يريد؟ اقرا الانبوت راستر، فلازم تحوله الى راستر. يعني انت هنا صدرته كشيب فايل، تروح تحوله الى راستر، تقرا الفيديوهات القديمه طريقه تحويل الشيب فايل الى راستر، تقدر تسوي نسخه من الشيب فايل كنسخه راستر وتستدعيها، او تستدعي الدم ماكو فرق. بعدين تعطي الانترفل اللي خاصه بمنطقه، مثلا انا راح اقول له كل 120. بعدين اروح الى هذا الخيار الانفيرمنتال، ايضا اتاكد من عنده، هذا كلش مهم، البروسيسنج اكستنت، اقول له اس شيب فايل، اس شيب فايل هذا هنايا، قلت له اس شيب فايل، اقول له اوكي، بعدين اقول له اوكي. هسه راح انتظر البروسيسنج راح يتم من اياها الخاص بالكنتور لاين. فاهم خطوه انتبهي لها بهذا الموضوع، انه اني حتى ارسم الكنتور لاين اللي مثل هذا البحث، الخطوط الكنتوريه العفو، انه لازم عندي يعني مثل ما نقول شغلتين، اما الديجيتال اليفيشن موديل الخاص متوفر عندك، او اذا ما متوفر تروح توفر الاليفيشنات مال منطقه دراستك. شلون توفرهن؟ التاكيد متوفرات عندك بالاكسل، من سويت المحطات، مو سويت لها لاتيتيود ولانجتيود واتيتيود او سمي اليفيشن، هاي الاليفيشنات تروح ترسمها او توضحها على منطقه الدراسه، راح يعطيك توزيع الاليفيشنات مثل ما مثلناه قبل شويه. تقدر هذا توزيع الاليفيشنات تسوي بطريقه جريجنت، تحول نسخه من عندك راستر وتستخدم طريقه الكنتور، لان الكنتور يطلب من عندك راستر، ما يطلب من عندك شيء فايل. لان
هو خياره يقول لك انبوت راستر ما يتقبل، فتحوله الى نسخه راستر وتقدر تستدعي. هسه بالاسفل اسفل هنا انا لاحظ هسه ما اعرف اسحب لك اياها شويه الاسفل حتى تلاقى حتى تشوف. هسه هنا اكو فت خيار دا يقول لك يا كنترولز اسفل هذا، دا يقول لك انه انا دا اتمم لك عمليه الكنترولز. ولا تنسي اهم في يعني شغله تنتبه لها، انه اكو خطوه هنا اسمها سيف، حاول دائما السيف هاي الشغل الفلكسبلز اللي يكون يعني مرن تقدر تتحكم بيه، مو كراسترات وشيل فايل، هي هاي اللاير كلها تقدر تخزنها. واحنا خازنيها تعلمنا سابقا شلون اخزن اني كلاير، فدائما نقول له سيف حتى خاف انه يفصل لاي سبب كان ما يروح شغلك كله. فهسه ننتظر الكونتور اللي هو بالاسفل يتم. راح اوقف الفيديو دقائق على ما تكمل الكونتور فقط حتى ما ينحسب من وقت الفيديو. لاحظ هنا يرسم لك الخطوط الكنتورية الخاصة بمنطقة الدراسة، بيقول لك هنا الكنتور يم علامة ترو انه اوكي تم بالشكل الصحيح. تروح انت على الكنتور الخاص بك، هذا ظهر لك الخيار. كنا شوف لاحظ انه الخيار ما يظهر لو كان انا ما منطيته راستر او منطيته كذا، فاروح على الخيار نفسه هذا هنا الخيار مكان ما واحد اقلله مثلا انطي اشوف واحد انطي الديبث الخاص بي او انطي الخط هذا المنقط كان انطي هذا مثلا اقول له اوكي. بظهر لك هنا الخطوط الكنتورية، تقدر تغير من عندها البروبرتيز كذا اي نعم نقدر نغير من عندها، نروح على البروبرتيز الخاصة بالكنتور وهاي تكون بهاي الطريقة ظهر لك الكنتور لاين تمام. يعني مثلا السمك الخاص بالكنتورز تقدر تغيره اي نعم تقدر تغيره منها، هاي اختاريت هسه هنا بوينت 4 اللون مثلا مكان ما هذا اقدر اوكي ابقي اسود، لكن مثلا اكو خيارات ثانية نعم مثلا الشيب او الديزاين اللي انا راح امثله بيه كأن يكون اختار مثلا هذا الخط المنقط هذا. وهاي الطريقة تكون انت ظهرت الكنتور لاين الخاص بمنطقة الدراسة، لكن ارجع واقول بالاعتماد على الدم اللي نموذج الارتفاعات الرقمية الخاص بمنطقة الدراسة، او اني اوفر نموذج ارتفاعات رقمية بالاعتماد على الفيتشرز اللي هم هنا الخيار ارجع لي فوق من 3D analysis tool ومن الكريجينج هاي اقدر اني استدعي هذا كراستر استدعي كفيتشرز اللي هو شنو هو الاليفيشنات واسوي نموذج ارتفاعات. لاحظ هذا هنا لو افعله لك هذا نموذج ارتفاعات رقميه اني سويته حاليا بالاعتماد على شنو؟ على الارتفاعات اللي استدعيتها من الاكسل او من التكست اللي هنا، واذا متوفر عندك الاكسل يكون هذا. فان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه امامكم، نلتقيكم محاضرات قادمه ان شاء الله، واي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه بكومنت او على ايميل القناه نفسها. وقت الاخراج النهائي لها تلقائيا انت تروح على الاخراج وتنطي الاخراج الخاص بك. دمتم بامان الله وحفظه.